خلونا ندور دفاتر عندك. أول شيء ماكو شيء اسمه دفاتر عندك لسبب بسيط. أي شيء يدخل ضمن حيز التاريخ هو يبقى جديد وطازج، لأن دائما يستثار، دائما نفكر بيه، ودائما ربما نلقي به ما يشبه ما يحدث اليوم. العظيمة فيروز أيقونة الفرح، وزوجها عاصر الرحباني، والسيد علي العاملي، والحرب الأهلية اللبنانية، شنو اللي ممكن يجمع بين ذول الأربعة؟ معقولة هذه الأغنية؟ أنا يا عصفورة تشجني مثل عينيك بلا وطني. بيوم من أيام شتوية 1980 ووادي من أودية جنوب لبنان، عثروا على جثة رجل. هذا الرجل هو رجل دين معمم، ومخترقة جسمه عدة رصاصات. تعرفوا على الجثة، اسمه السيد علي بدر الدين العاملي من قرية حاروف. بالواقع هو إمام جامع قرية حاروف بالنبطية، عمره بالثلاثينات. بذيك الفترة من نهاية السبعينات بداية الثمانينات، لبنان كلها كانت ساحة حرب أهلية، وكثير من الضحايا اللي راحوا من أدها واحد منهم كان السيد علي بدر الدين العاملي. المعروف عن السيد علي بدر الدين العاملي كان يدرس بالنجف، وبوقتها يدرس بالحوزة العلمية بالنجف، لكن كل فترة يروح يسافر يشوف أهله بلبنان خلال فترة الحرب الأهلية. هذا السيد كان شاعر رومانسي رقيق جدا. عاصر رحباني اطلع على بعض قصائده وراد يتفق وياه على تلحين بعض القصائد كأغاني للسيدة فيروز، وبالفعل هذا اللي حصل. صار الاتفاق بينهم، واخذ من عنده مجموعة قصائد لحنها للسيدة فيروز. واحدة منهن ومن أجمل أغاني السيدة فيروز هي هاي الأغنية. أنا يا عصفورة تشجني مثل عينيك بلا وطني. أنا يا عصفورة تشجني مثل عينيك بلا وطني. بكما بالطفل تسرقه أول الليل يدل وسني، واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن، واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن.